فسوف يأتي الله بقوم
ومن يتولى لا تتخذوا الذين اتخذوا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار
واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت.
وليزيدنك كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم وأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة